استمرارا لمشاريع الإغاثة العاجلة، واصلت حملة الكويت إلى جانبكم مشروع توزيع السلة الغذائية للنازحين من محافظة الحديدة في خطوة إنسانية للحد من معاناة اليمنيين وتلبية أيضا لاحتياجاتهم للغذاء. نعم بندر، وتعمل حملة الكويت إلى جانبكم في جميع المحافظات اليمنية من أجل تلبية متطلبات المحتاجين ومساعدتهم في تجاوز الوضع الراهن من خلال 5 قطاعات إغاثية هي الصحة والمياه والغذاء والإيواء والتعليم. هذه الصور الإنسانية والوجوه البائسة للأطفال كانت كفيلة بأن تتحرك لأجلها دولة الإنسانية الكويت لإنقاذهم من شبح المجاعة، فقد قامت بتدشين توزيع مساعدات غذائية عبر جمعية الرحمة العالمية ضمن حملة الكويت بجانبكم للنازحين من أبناء محافظة الحديدة، والذي جاءت بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد العمل الإنساني. تقديرا للوضع الإنساني والمعيشي الذي يعيشه النازحون من محافظة الحديدة في مديرية الخوخة، تم استهداف النازحين والمتضررين المتواجدين في مديرية الخوخة ضمن الحملة الإغاثية التي تنفذها وتمولها دولة الكويت ممثلة بالرحمة العالمية. تم تنفيذ توزيع سلال غذائية للنازحين عدد 326 سلة غذائية. طبعا هذه هي الحملة الثانية التي تمولها وتنفذها دولة الكويت. انطلاقا من دورها التاريخي والإنساني، تقدم دولة الكويت المزيد من الدعم لليمنيين في ظل وضع إنساني تقول عنه المنظمات الإنسانية بأنه مقلق للغاية. فها هي دولة الكويت تدخل مرحلة جديدة من الدعم لليمنيين في قطاع الغذاء لسد الثغرة الكبرى التي خلفتها الحرب والتي وضعت اليمن على طريق المجاعة. نشكر دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما قدموه ويقدمه للشعب اليمني في ظل هذه الأوضاع الصعبة والأوضاع المعيشية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمعيشية في اليمن. نتطلب ونرجو من دولة الكويت مواصلة دعمها وتمويلها للشعب اليمني والمتضررين والنازحين. تبقى بصمة الكويت في كل المناطق في الحضر والريف اليمنية شاهدة على حجم العطاء الذي يقدم، ودليلا واضحا على انتصار دولة الكويت للشعب اليمني في كل الظروف. رصيد من العطاءات الإنسانية التي لا تنضب أبدا، وهي التي تستند عليها دولة الكويت في مد يد العون لليمنيين انطلاقا من محافظة عدن حتى الحديدة، والذي بدا جليا مع تقديمها قافلات غذائية للنازحين هناك. مروى النبيل، لتلفزيون دولة الكويت، عدن.